تتبع مدى تقدم المشاريع المبرمجة في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط منذ انطلاقته سنة 2015 وإلى غاية اليوم، شكل محور هذا الاجتماع الذي ضم ممثلي مختلف القطاعات الحكومية المعنية إلى جانب الهيئات المنتخبة. برنامج خصصت له اعتمادات مالية بلغت 6,500,000 درهم، وهم مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية. واليوم تم الوقوف على سيرورة إنجاز مختلف هذه المشاريع وملائمتها لانتظارات وتطلعات الساكنة. جميع المشاريع من بعد التزامات ديال السادة الوزراء والسادة ممثلي المؤسسات العمومية أن غادي تكمل قبل نهاية الوقت ديالها، وعندنا موعد اخر للاجتماع مننا 3 شهور، كما ان هناك اجتماعات اللي غادي تدار ابتداء من اليوم ما بين بعض المؤسسات فيما بينها للاتفاق على بعض المشاريع اللي كتعرف معيقات. بلغة الأرقام 598 هو عدد المشاريع التي ستنجز في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط في أفق 2019، نفذ منها إلى حدود اليوم 228 مشروعا، تقدم ملحوظ أهم مفاتيح نجاحه تسريع وثيرة إنجاز هذه المشاريع والتي تهم مختلف المجالات والقطاعات خصوصا تلك التي تعتمد القرب من المواطن. جميع القطاعات يعني ما كاينش اشكاليات، بالعكس يعني انه الاغلبيه يعني هي غاديه في الوقت ديالها وغادي توصل ان شاء الله في هذاك البرنامج المحدد. وكانت مناسبه كذلك باش نتكلموا على بعض الاعاقات والمشاكل اللي كتهم الاراضي او لا سميتو او لا التنسيق بين يعني القطاعات، واللي في اطار الاجتماع كتحل وكتسير الامام. اذا ممكن يكونوا هما متاحين ان شاء الله. برنامج الحسيمة منارة المتوسط مشروع ضخم يروم تنمية الوسطين الحضري والقروي للإقليم، وكذا تعزيز المكتسبات والإنجازات من خلال تقليص الفوارق الترابية وتكريس اللامركزية وتحسين إطار عيش الساكنة، كل ذلك من خلال 5 محاور أساسية هي التأهيل الترابي، النهوض بالمجال الاجتماعي، حماية البنية وتدبير المخاطر، وتقوية البنيات التحتية، وتأهيل المجال الديني.